يعني هذا يقودنا إلى بما أنه يعني إكرام ونحن في يعني موسم الإكرام، يسرنا أن نستضيف الأستاذ أحمد بن حربي المطرفي مدير عام جمعية إكرام، حياك الله. يا مرحبا، الله حيك. الله يسعدك ويرضى عليك. الله يبارك فيك. أكرمتنا أستاذي بحضورك. الله يحفظكم. الله يرضى عليك. وهذا ليس بغريب على جمعية إكرام. الله يحفظكم. الموسم موسمكم، هذا الموسم تحديدا هنا فقط في المشاعر، قلنا قبل شويه باقي الحجاج يعني يمكن نحن نقول جهودكم طيله العام يعني مشكوره ماجوره، لكن نبغى نتكلم تحديدا عن موسم الحج. من الاشياء المذهله اللي لو الانسان استطاع اراد التامل فيها، اكثر من 2,400,000 حاج يفيدون في منطقه جغرافيه محدوده، يكرمهم الله عز وجل بان تؤتى اليهم ثمرات كل العالم إلى هذا المكان، ولكن في المقابل من واجب إكرام هذه النعمة أن نشكرها ونحفظها. ولا شك أنه يعني الإكرام قد يكون بعض الأحيان في نوع من الوفرة والزيادة، فيتساءل الناس يعني وش يصير في هالأكل، صاحب الحملة يكرمهم، الناس تكرم، كل واحد وده يكرم، نشوف السيارات ما شاء الله تبارك الله، البرامج السقيا والوجبات الجافة والساخنة، يفرح الواحد، لكن ماذا بعد جمعية إكرام؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. أول شيء نهنئ حكومتنا وحكومة خادم الحرمين الشريفين على نجاح هذا الموسم، ونسأل الله الكريم أن يعود حجاج بيت الله إلى بلادهم سالمين غانمين. اللهم آمين. ونحمد الله ونشكره على أن تمم هذا الحج بكل يسر وسهولة. جمعية إكرام لحفظ الطعام هي جمعية متخصصة في حفظ الطعام وتقديم الطعام، طريقة الاستفادة من الطعام الفائض. جمعية إكرام أطلقت 3 مبادرات أو 4 مبادرات في الحج. حلو. المبادرة الأولى ألا وهي مشاركة مع المجلس التنسيقي لحجاج الداخل. جميل. وكانت بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل. ما شاء الله. تمت اتفاقية ما بيننا وبين المجلس التنسيقي، والحمد لله تم التوقيع مع 45 حملة من الحملات حجاج الداخل. تقريبا تجاوز أعداد الحملات تقريبا تجاوز 200,000-300,000 شخص. تبارك الله. الذي سوف نقوم بخدمتهم أو استفادة من فائض طعامهم. تم بادرة الجمعية بحيث تعرفون وضع المشاعر، وضع الحج، صعب التنقل، صعب جدا. المواصلات صعب كذا. خصصنا في كل حملة موظف أو 2 أو 3 مع الحملة، عملهم ومجال عملهم هو حفظ الطعام فقط لا غير. تعرفون أن الحملة تتكون من عدة مشاريع، التفويج، إرشاد، توجيه، أشياء. حنا وضعنا تموين وتغذية، تموين معاهم مساند لهم، حنا مساند إكرام حفظ الطعام. يا سلام. ما بقى من الطعام من الحجاج الفائض والفائض النظيف الغير ملموس. نعم، وهذه مهمة أستاذي. نعم، يعني الناس دائما لما تفهم فائض الأطعمة ربما الذي لم يسته الأيدي أو البقايا، يعني الإنسان ممكن من البقايا اللي ما يقدر يأكلها، فأنت يعني مثل ما يقولوا وضعت النقاط على الجرح. الله، يعني الله. أنك الطعام الفائض الذي لم يلمس الذي نرتضيه لأنفسنا. نعم نعم. جميل. لأن حنا حريصين قبل أن نعطي المستفيد، حنا حريصين الجمعية كلها تقول أنا مستفيد، فإذا الشيء الذي نرضاه على أنفسنا كما تفضلت هو نرضاه للمستفيد. جميل. تقريبا 45 حملة خصصنا معاهم موظفين خاصين يتنقلون من المشاعر من ميناء إلى عرفة إلى مزدلفة إلى رجوع من 3 أيام. جميل. الحمد لله تم إنجاز تقريبا إحصائية أمس الماضي، تقريبا أسأل حق الإحصاء يقول عدد الوجبات من حملات الحجاج الداخل فقط في 4 أيام الماضية تجاوزت 80,000 وجبة. ما شاء الله. من 45 حملة. إحنا لنا مشاركة، العام الماضي شاركنا في 6 حملات أو 8 حملات تقريبا. 8 حملات العام الماضي كانت تجربة، كانت خبرة، وكانت يعني نشوف الوضع كيف الوضع. فجمعنا في العام الماضي حوالي 46,000 وجبة من 8 حملات فقط. ما شاء الله. هذه السنة 45 تجاوز العدد 80,000 وجبة استفاد منها، استفدنا أن نحافظ عليها وأن نطعمها. جميل. المستفيدين، وهذا لا يكلف علينا الشيء الكثير.
الحمد كيف تنقلونها خارج المشاعر؟ نبغى نعرف كيف يتم عملية النقل بعد الفاصل إذا سمحت لنا أستاذ أحمد. تفضل. مشاهدين الكرام، فاصل لجمعية إكرام ثم نعود. لبيك يا حملنا الحميم، لبيك يا الله، والشوق دوما في اتساق. تزداد الأعمال التطوعية في موسم الحج، ومن أكثر هذه الأعمال أثراً وأهمية أعمال حفظ الطعام التي تقدمها جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة. حفظ النعمة تؤدي إلى الأمن والأمان، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها الأمن والأمان. فمن أهم أسباب الأمن والأمان حفظ النعمة وإكرام هذه النعمة، لهذا ما يقومون به من عمل جبار في إكرام هذه النعمة وحفظها يجعل إن شاء الله تعالى الأمن والأمان لنا وللجميع. لهذا نحن نسأل الله لهم التوفيق وأن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تعالى. أنا ما كنتش عارف بالضبط أنتوا كان إيه طبيعة العمل، ناس غريبة داخلة جوه المطبخ، بس أول ما عرفت أنا انبهرت. بدل الأكل ما يترمي أو أي حاجة أو من الحاجات دي، حرام يعني، في ناس تانية أولى بالشيء ده. تحفظ جمعية إكرام هذه الأطعمة من الامتهان والضياع والرمي في طرقات المشاعر عبر آليات سلسة وسريعة لتضمن حفظ الطعام وإيصاله للمستفيدين في أفضل جودة وأحسن حال. قد استلمنا عددا من الوجبات، فنشكر الجمعية على قيامهم بهذه الإكرام وكذلك عنايتهم بضيوف الرحمن، فجزاهم الله خيرا. وقد حفظت الجمعية خلال أيام الحج من حملات حجاج الداخل لعام 1440 للهجرة أكثر من 100,000 وجبة تم تقديمها للمستفيدين من أهل مكة المكرمة. لبيك وحدة القلوب، لبيك غفار الذنوب. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام. لعل العدسة نقلت لنا الآلية الجميلة والاهتمام الفائق في تقديم هذه الوجبة بطريقة احترافية. كيف يتم نقلها خارج المشاعر مع صعوبة التنقل؟ احنا ذكرنا أول ثلاثة مبادرات. المبادرة الأولى كانت مع حجاج المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، المبادرة الثانية كانت اتفاقية ما بيننا وبين الأمن العام، وكانت لتسهيل المهمة، وكانت بتوجيه من معالي الفريق ركن أول خالد قرارا مدير الأمن العام، وتم التوقيع في رمضان هذه السنة ما شاء الله. لتسهيل مهمة جمعية إكرام. الجمعية تمتلك ما يقارب 39 سيارة، فعملية التصاريح ل 39 سيارة عدد يعني كثير جدا، لكن صار فيه تعميم لجميع نقاط الدخول والخروج واشياء زي كذا، بان هذه الجمعيه لها الصلاحيه في الدخول والخروج حسب الاتفاقيه التي تم التنسيق بيننا وبين الامن. هذه من المبادره الثانيه. المبادره الثالثه ما راح نفوت عليك شيء ابدا. المبادره الثالثه كانت مع لجنه السقايه والرفاده تحت اشراف اماره منطقه مكه. تعلمون ان يوم عرفه يوم كل العالم يوم مشهود، نعم، ترغب في أن تتبرع في هذا اليوم، أن تساهم في هذا اليوم. فصار تنسيق بيننا وبين لجنة السقاية والرفادة بأننا يوم العيد ندخل إلى عرفة سياراتنا ممتلكاتنا بموظفينا، نجمع الفائض من عبوات الماء من العصيرات من الوجبات المتبقية في الحملات من, من, من نفس الممرات الحملات الخيرية طبعا. التبرعات الخيرية نجمعها في الشوارع، لأن نلاحظ بعض الحجاج يأخذ كميات كبيرة، ما يحتاج يأخذ كميات كبيرة في البداية ويحملها ويمشي مسافة فيجدها ثقيلة عليه فيضعها ويأخذ عبوة أو عبوتين أو وجبة أو وجبتين ويترك الباقي. فنحن نأتي نأخذ هذا الفائض ونجمعه، لأن قبل طلوع الشمس نحاول نكون متواجدين في عرفة. والحمد لله يعني إحصائيتنا إلى اليوم تقريبا تجاوزت 500,000 عبوة ماء التي جمعناها من مشعر عرفة. شديدة لم تفتح هي إيه، لأنه بعضهم ولم تصبها يعني الشمس ولم تصبها الشمس إيه، بعضهم يجي الظاهر وقت الغروب والناس خرجوا، فمثلا
في جزء من السيارة ما زال ممتلئ فيصعب عليه أنه هو ينقله إلى مكان آخر أو كذا، بالإضافة إلى النقاط التوزيع يعني. هو بعض الحجاج صلحهم الله يعني يكون له أول سنة يحج فما يعني يتخيل أنه يوجد له في مزدلفة طعام فيأخذ طعام من عرفة ويمشي في طريق المشاة يتعب لأنه شايل له حوالي 40 عبوة ماء كرتون فيمشي في المسافة دي يتعب يضع الكرتون يأخذ عبوتين ويكمل طريقه. يعني الحجاج جميعا أو نسبة كبيرة منهم الأكبر هي اللي تحج أول سنة، فأنتم من الصعب أنكم تعملوا ما يسمى بالتوعية للناس، أنكم هتوعوهم السنة هذه السنة الجاية هيجوا غيرهم. لكن هل هناك مثلا مرحلة ما قبل أخذ الفائض؟ يعني أنا أشوف إحنا طبعا نحج ضمن حملات وكذا، أشوف كيف يتم مثلا وضع الطعام، أقول لو في طريقة يوضع بها الطعام أو يوزع بها الطعام تكون أذكى بحيث الفائض يكون أنظف، هذه المرحلة القبلية لو وجدت والتوعية كانت موجودة لأصحاب الحملة وأصحاب الجهة الإعاشة والتموين بحيث أنهم يضعوا الطعام بشكل يمكن بعد ذلك أن نستفيد منه نظيفا، فهل هذه من ضمن اهتماماتكم ولا يعني أنتم فقط تأتون في مرحلة ما بعد الطعام؟ نعم، أنت ذكرت الله يحفظك نقطة جوهرية اللي هي التوعية، عندنا هدف من أهداف الجمعية التوعية. من ضمن شراكتنا مع المجلس التنسيقي كان من ضمن الشراكة توعية الحجاج، فأطلقنا بموجب الشراكة بيننا وبين الحملات أطلقنا توعية للحجاج، وقد استضافونا كذا حملة أن نوعي الحجاج أن هذا الطعام يجب المحافظة عليه، طريقة المحافظة عليه، لا تأخذ من الكميات فوق حاجتك ثم فالأخير تتركها، لا نستفيد حنا منها، حنا كجمعية ما نستطيع أن نأخذها، حنا لا نأخذ الذي هو في السفندشات، هو في المطبخ، اللي هو في السخانات، هذا الذي نأخذه، أما الذي أخذه الحاج وضعه على الطاولة مسته الأيدي وصار في حوسة كذا نحاول أن حنا نتحرج منه، فصارت فيه توعية فعلا جزاك الله خير، صارت فيه توعية للحجاج والحمد لله لقينا عليهم كذا ندوة عن طريقة المحافظة على الطعام. حتى ممكن يعني احنا كنا في بعض الحملات نشوفهم يقدموا خدمة الوجبة الفردية، مثلا انك تجيك وجبة ممكن بعضهم يقدمها في صحن كبير، فلما تجي تقدمها في صحن كبير يأكلوا 2-3 ويزيد الفائض، لكن لما تجيب على قدره او فكرة البوفيهات بعضهم الان يعني الحملات بس البوفيهات لما تقول لي مثلا حملة فيها 1500 واحد عشان تقدم لهم بوفيه قديش يبي لك بوفيه قديش طوله عشان يستوعب هؤلاء. نعم. يعني يبقى هو محدود يعني، لكن صحيح. يقول لك انا اجيبه الى حده بدل ما يطلع لي في الممرات ويسوي لي زحمه وبعضهم يحوس صحيح. وبعضهم فالتوعيه لو كانت للجهات هذه بهذه الطريقه وكيف ممكن نجيب افكار ذكيه ان نحن نحافظ على هذه الوجبات، لانه برضو الحاج يحسبها حسبه ترى من بصف بالبوفيه وارجع مرة ثانية خلني أعبي كل مرة واحدة عشان أجي أي، لكن التأمل في هذا يبي لكم مع الجهات هذه أتوقع حيزيد الوعي وأنتوا تستفيدوا. حملات حجاج الداخل لا يقومون بتجهيز الطعام، هم شركات إعاشة هي اللي تقوم بتجهيز الطعام بس تحت إدارتهم، بس هم عندهم أن لا ينقص الطعام أكيد يزيد لا ينقص، فهذه قاعدة وكيف نكسرها، يزيد لا ينقص ودنا أنه لا زاد كيف نستفيد منه. صحيح. يعني كنا في أحد اللقاءات في أحد الدكتور كان متخصص في حفظ الطعام ورسالته حفظ الطعام ما شاء الله. كان يقول لا تفكرون أنكم تلغون عملية الفائض، لكن فكروا في عملية كيف تستفيدون من هذا الفائض. يا سلام. لأن إحنا ما دام أننا في دولة في هذه الدولة المباركة، أسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان يا ونعمة العيش الذي نعيش فيه هذا، اللهم ما دام أننا إحنا في نعمة فأكيد أن فيها فائض. صحيح. لكن الترشيد هو طريقتنا وهو خطتنا وهو العمل الذي نعمل عليه. صحيح. جميل. هو التوعية ليست يعني فقط خاصة بالحاج، يعني حتى غير الحاج في نظام البوفيهات يتكلموا على القابلية للفساد، فيقولوا إذا لقيت الشخص في البوفيه يقول بما أني دافع يحط أي شيء حتى لو ما أكلوا، فمعناه في قابلية يعني مو بس الحاج لا يلام مثل ما قال حبيبي علي، هو جاي ويحسبها حسبة أنه يخشى من اليوم الطول، هو يأخذ 3 وجبات 4 يقول إذا خلصت هذه ممكن في نص الطريق هذه ممكن هذه، هو
في باله كذا، وإلا الخير يعني منتشر يعني موجود في كل مكان، هو لو حسب أنه هنا يأكل وبإذن الله هناك سيجد وهناك سيجد سيرتاح. لكن أقصد حتى خارج الحج نحن بحاجة إلى الوعي في المحافظة على الطعام. تجد يقول بما أنه هذا مكيف الفندق أنا ما أحتاجه، بس بما أني دافع خليه شغال حتى لو طلع. صحيح. فلازم المسلم لا يكون أرقى من هذا، أنت دافع لكن بما أنك غير موجود أطفي مثل المكيف، اللمبات اللي ما تحتاجها، البوفي خذ على قدرك. والله فعلا لما أحيانا تجد واحد حط الصحن ويأخذ على قدره يأسرك بهذا الأدب اللي أنت جالس. وإذا خلصت روح حتى لو رحت 100 مرة، المهم أن ينتهي الطعام، أما أني أحطه كذا حتى منظره مو حلو يعني. صحيح. أنا سمعت أنه في بعض المطاعم في بعض الدول إذا زاد طعامك تدفع زيادة. صحيح صحيح. أنت هي عملية ثقافة، هي عملية ثقافة مجتمع، كيف المجتمع تصير عنده هذه الثقافة. هم سبقونا ولكن حنا أصل هذه الثقافة، لأن هذه الثقافة مبنية من الكتاب والسنة، لكن هم أخذوها وطبقوها على شكل ثقافة غربية. صحيح. على شكل، لكن لا يخلو القرآن ولا تخلو السنة من المحافظة على هذا الطعام وطريقة المحافظة عليه. ذكر الأخ من شكر النعمة، ذكر الأخ التوعية، حنا ذكرت أنتم في الحج لكن حنا عندنا شراكة مع إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة. جميل. كان فيها شراكة بيننا وبينهم، ومرينا السنة هذه مرينا على 25 مدرسة في عملية التوعية، سوينا معرض متنقل طريقة حفظ الطعام كالكمية، شاركنا حوالي ما يقارب حوالي 300 طالب شاركوا معنا في جمع الطعام لكي يكونوا سفراء في بيوتهم. فهذه من باب التوعية، لأن التوعية تأتي من البيت أصلا. إذا البيت صار عنده توعية في عملية المحافظة على الطعام، آلية المحافظة، فهذا هو الهدف. طلابنا اللي مرحلة متوسطة المرحلة الثانوية. جميل. والحمد لله يعني حققنا نجاحات كبيرة. وهذا أنا أقول هي من التحديات الكبيرة، إن إحنا كيف نرفع الوعي، لأنه إذا الوعي ارتفع انحلت كثير من المشاكل. يعني أنت بدل ما تسوي نقاط توزيع وتسوي مدري وعي شوية. صحيح. وتقل الأمور والجميع مستفيد. صحيح. لكن الحذر الغير مدروس والمبالغات من بعض الجهات هو اللي يورطك أنت برضو في المقابل، أنك أنت راح تتكفل وراح تتكلف وراح يعني ممكن صدق. تدخل في حسبة أخماس في أسداس يعني يزيدوا عليك العبء. لكن المبادرات اللي ذكرتها جدا جميلة، والتنسيق هذه بركته، يعني بركة التنسيق بين الجهات أتوقع فيها إضافة نوعية. أنا كنت بسأل عن المستفيدين، هل أنتوا عندكم قوائم؟ كيف الطريقة تقول نأخذها ونوصلها للمستحقين والمستفيدين؟ كيف طريقة التواصل مع المستفيدين؟ طبعا حنا عندنا تقريبا نخدم 30 حي في مكة المكرمة ما شاء الله من أحياء مكة. عملية القوائم حنا عندنا تحفظ في عملية القوائم، لأن هذا الطعام طعام عام، ودائما أقولها، والطعام الذي أخذناه منك ليس طعام مخصص للفقير، هذا واحد، ليس كفارة، ليس كذا، إنما هو طعام فائض. فأنا حريص أني يؤكل هذا الطعام ويحفظ، علاوة على الفقير. عندنا حنا قوائم بالفقراء، قوائم بكذا، قوائم بكذا عندنا، لكن أنا هذا الطعام الفائض أنا حريص أني ما أحدد من يأخذه. تأخذه جميل. كل كبد رطبة تأخذه. نعم، هذا الأصل عندنا. لكن لو عندك كفارة، عندك إطعام فقراء، عندك كذا، لهم موجودين، الفقراء موجودين ونعرف أماكنهم ونعرف تخصصاتهم، وهذا نهجنا في الجمعية. جميل. كيف توصلوها؟ أنا إيش الطريقة؟ سبحان الله، يعني حنا في بداية مشوارنا كانت عندنا صعوبة، أخذنا وظفنا من كل حي سائق متطوع موظف من نفسها للحي، من نفسها للحي، ومن كل جالية، يعني من كل الجاليات التي موجودة في مكة، بحيث أنه هو يخدم الجالية حقته. الله. يعني أنت أخدم جاليتك وارفع المعنوية عنده، وهو حنا نبى نرفع عنده همة الحمية، لكن الحمية بحقها يعني ليست خارجة عن خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. أحسن. طب ما شاء الله الأعداد اللي تفضلت فيها من الفائض، طبعا أنت ذكرت فائض هنا 80,000 ويصل إلى 100، هذا 4 أيام الظاهر. هذه في 4 أيام هي لسه. هل هذا الفائض ما في منه فائض يعني حتى بعد توزعوه؟ هل سواء عشان تجاوب مرة واحدة، سواء هنا في الحج أو طوال أيام العام، هل يكون هناك لديكم خطة لما بعد الفائض؟ هذه نبي نعمل جمعية لفائض الفائض. فائض الفائض، لأنه أنا أتصور أنه كثير قد تقول لي لا والله بالعكس. إحنا ما نعطي المستفيد، إحنا عندنا ما نعطي المستفيد أكثر من وجبة. إيه بس ما يجي ليلة ما تلقوا مستفيدين؟ أبداً. بالعكس، بل يتصلون بعض الأيام، أيام عدم المناسبة، الأيام اللي ما تكون فيها مناسبات، أيام الدراسة. إيه؟ ما يكون في فائض كثير، ما في مناسبات، في بعض الأسر في حاجة جداً
يتصلون يقولون ما مر علينا أسبوع، إحنا ما نعمل أحياناً إلا يوم مثلاً يوم الجمعة والخميس والجمعة، يعني أيام الأسبوع طيلة الأسبوع ما نعمل، لكن يتصلون في بعض الأسر تتصل يعني حاجتها تأخذها من هذا الفائض، والحمد لله فرحين الحمد لله. جيد يعني عندكم تطبيق أنتم؟ عندنا تطبيق الآن إن شاء الله يطلق بعد الحج إن شاء الله. طيب رقم؟ أرقام التواصل؟ أيوة. إيه نعم عندنا. أو حسابات في تويتر؟ عندنا جمعية إكرام، مجرد ما تدخل على جمعية إكرام موجودة. طبعا الجمعية في نسخ متعددة لها في مناطق المملكة كلها تسمى إكرام ولا مثلا؟ لا ما في جمعية، جمعية حفظ النعمة تقريبا في 15 جمعية في المملكة. أنتم تصنفون ضمن الجمعيات هذه؟ أي جمعيات حفظ النعمة. أيوة جيد. لكن اسمكم إكرام. إكرام في الرياض في إطعام، في الرياض إطعام، في أبها شكر، في الدمام طعامي، أو في بريدة طعامي، في طعامي مختلفة. شعاركم إيش هو؟ شعارنا إكرام، إكرام للنعمة وإكرام للمستفيد. يا سلام. تحفظها لتدوم. وحفظها لتدوم. هو حتى يستوعب معنا المشاهد الغالي أنه هل يعني فعلا، يقول بعض الناس ليش تؤسس مثل هذه الجمعيات؟ هل فعلا في أسر ما تتعشى أو تتغدى حتى تنتظر ما يأتيها من فائض من زواج أو من حج أو غيره؟ وتنام جوعة؟ أولاً هذا العمل الذي نشاهده في المناسبات والأعراس إذا سكتنا عليه جميعاً سوف نؤثم جميعاً، فالجمعية إن شاء الله أنها تقوم بدور الكفاية عن المجتمع. جميل. لأن لو سكتنا جميعاً أثمنا جميعاً وما يخسر أي شيء. كثير. عنده مناسبة فات كثير. بقى أكل يتصل عليكم. نعم ما في أبداً، إحنا بالعكس إحنا نبادر وعندنا إحصائيات بالقاعات والاستراحات، عندنا شراكة نوعية جدا اللي هي مع المنطقة المركزية حول الحرم. الأبراج 5 نجوم تقريبا، بوفيهات، عندنا 15 برج حول الحرم، يعني هذه صار بيننا وبين بعض الجهات الخيرية المدارس الخيرية شراكات، إن حنا نقوم نأخذ الإفطار من هذه الفنادق ونوصلها إلى المدارس الخيرية. يا سلام. حوالي يمكن تقريبا 1500 طالب يوميا يفطرون من هذه البوفيهات. البوفيهات اللي أنا وأنت لو دخلناها ندخلها ب 180 ريال أقل شيء. هم يحصلون عليها ببلاش. ما شاء الله. اللي بترفع المعايير عندهم أنتم. بعد كذا باقي وقت. بكرة يفطر الله يتقدش. أسأل الله أن يتقبل. جهودكم مبارك. إذا باقي وقت نسأل ما أدري. والله أنا ما أقدر أردك اليوم، أنت اليوم يومك يا خالد. لا الله يسلمك. أي سؤال لك. قصة كذا، أنا مغرم بالقصص. في موقف كذا حصل لكم في الجمعية ما تنسون؟ والله المواقف حنا واحدة منهم، حنا كل أسبوع نمر بموقف، لكن من المواقف أطرفها أغربها. المواقف التي يعني شدتني، كنت في أحد في المكتب، وكانت الوقت هذيك الأيام كان وقت شتاء، وقت الشتاء العشاء يتأخر إلى الساعة 9 تقريبا، 9 مساء. خرجتنا قبل صلاة العشاء، وجدت أحد المستفيدين الذي يعرفه في أحد الأربطة في مكة، وجدته منتظر في سيارته، فحسبت أنه يعني ينتظرني أنا حتى يعني يطلبني حاجة أو مساعدة أو شيء، فلحيت عليه في الطلب، ماذا تريد ماذا تريد إلى آخره، فقال والله إني لا يوجد لدي طعام. الله المستعان. واتصلت على جمعية إكرام وقالوا في مناسبة عزاء، تعرفون مناسبات العزاء بعد العشاء مباشرة العشاء. أي. قالوا في موجود عندهم رز ولحم، قلت انتظر أخذه لأولادي، هو رب أسرة لسبعة أشخاص. في هذه اللحظة أنا كم زعلت من نفسي أني سألته، لكن كم فرحت أنه جاء ويريد الطعام، وأن الطعام الذي نقدمه بمشيئة الله طعام لائق وطعام جيد، وهذا يعني في أحد الأربطة، هو معروف من الأربطة اللي في مكة. هذا شدني جدا جدا، وأثنيت على فريق العمل معنا جزاهم الله خير، يعني أسرة مكونة من 7 أشخاص في رباط ينتظرون طعام فاين. الله يبيض وجهك أستاذ أحمد، الله يبارك جهدكم، هنيئا لكم هذا الإكرام، نسأل الله عز وجل أن يكرمكم جميعا ويكرمنا وإياكم بكل خير وبكل طاعة. سعدنا بك في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام، كنا وإياكم مع جمعية إكرام، لكن المجد في المشاعر وختام المجد في المشاعر مستمر، ابقوا معنا. لبيك وحدت القلوب، لبيك غفر الذنوب.